يلا موفي. اللي بيحصل معايا ده بيحصل عشان ايه؟ ليه احنا كلنا هنا؟ هو مفيش حد من الرجاله قال لك انت هنا ليه؟ طبعا هيدا فيلم تريلر فيلم هروب اضطراري، معناها معنا المخرج والناقد السينمائي حمد سيف الريامي اللي بده يحكي لنا عن مجموعه من الافلام الموجوده بصالات السينما بالامارات. بنرحب فيك اول شيء حمد. مرحبتين، هلا، كيف حالك؟ اهلا وسهلا فيك، طولت الغيبه علينا، بس بعرفك انا ابن بطوطه، مش مشكله. خلينا نحكي، بما انه سامعين أغنية فيلم هروب اضطراري لسقة وكرارة ومش عارفة ام تي ام، ويعني الأغنية هي لام تي ام، تفضل. اي نعم، اوكي، اول شيء الحمد لله على سلامتك و الله يسلمك. الله يخليك. طبعا الصيف مليء بالافلام هذه السنة، وطبعا عارفين احنا الصيف طويل، يعني هالصيف يمكن مرينا عليه بثلاث مراحل، من رمضان الى عيد الفطر ولا الوقت الحالي، واحتمال حتى المرحله الرابعه. والجمهور ما شاء الله هاليومين يعني يدخل اي فيلم، ليش انه في فضاوه يعني في هالوقت، واجازه مدارس والامور مثل هذه. فهروب اضطراري هو المفروض كان ينزل عندنا في عيد الفطر، لكن تاخر نزوله عندنا بسبب زحمه الافلام، ووصل عرضه في هذا الاسبوع اللي كان موجود عندنا. هروب اضطراري، أنا اللي عاجبني في الموضوع أولا أن الأغنية أغنية الراب هذه هاي لأم تي أم، أوكي. نعم، اللي عاجبني في الموضوع باتصال أن السينما المصرية بدأت تتغير شوية نوعا ما عن المعتاد اللي هو الأفلام الكوميدية فقط لا غير. لا، الحين بدينا بأفلام الدراما، بدينا بأفلام العنف، بدينا بأفلام الفلسفية مثل فيلم الأصليين اللي ما نزل حتى الآن في الإمارات. هروب اضطراري واحدة من هذه الأفلام اللي هي الأفلام الأكشن مثل ما تقولين الأكشن البحت، وليس فقط غير الأكشن. يعني هذا الفيلم مطاردات والصورة يعني من اسمه هروب اضطراري. أي نعم، الفيلم تحسين أنه هو فيلم هوليوودي أكثر ما هو فيلم مصري أو فيلم عربي، بسبب الشغل اللي موجود فيه. أنا عجبني الشغل المطاردات، عجبني الشغل الأكشن اللي موجود فيه، عجبني برع فيه اللمحات اللي فيها. نعم، والسقة طبعا احنا السقة معروفة افلامه اكثر عادة تكون بهالطريقة هذه. الاختلاف فقط فرق بين بين هذا الفيلم وافلام السابقة مثل فيلم الجزيرة او فيلم تيتو او فيلم مافيا، ان هنا الدراما اقل، الدراما مش موجودة كثير، السيناريو ما اتعبوا فيه كثير، يعني ليش انه السيناريو اعتمدوا على الاكشن والهذا. نعم، غلب عليه الاكشن. طيب. فهذا الفيلم ايضا يلعب بصوره انه يكون في غموض، للاسف الغموض لم يكن قوي في نهايه الفيلم هذا، يعني انا هذا اللي ما عجبني في هذا الفيلم. وايضا ما عجبني الكاركترات اللي هو كاركتر احمد سقا ما كان قوي جدا، مثل كاركتر احمد كراره اللي هو كان غلب عليهم صراحه. احمد كراره كان مفاجاه الفيلم، ايضا مفاجاه الفيلم كانت غاده عادل اللي ما لها دور صراحه، غاده عادل اللي انا توقعت انه يكون دورها قوي ما كانت مبينه مجرد عدد. فيعني قد ايه بتعطي كم نجمه؟ أنا أعطي هذا الفيلم 2.5 نجمة. ليش؟ لأن الفيلم يقتصر فقط بموضوع السيناريو وموضوع الحبكة، أما الأكشن جميل. طيب نحن هيدا عم نسمع أغنية هروب اضطراري لفريق الـ MTM، أغنية فيلم هروب اضطراري.